السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي. هنكمل معاكم بإذن الله ما بدأناه من قبل. رجعنا قبل كده أقسام الكلام، وقلنا إن الكلام ينقسم لثلاث أقسام: اسم وفعل وحرف. والنهاردة بإذن الله هنكمل اللي إحنا بدأناه، اللي هي الجملة الاسمية والجملة الفعلية. إحنا قلنا قبل كده إن الكلام كان قسم ثلاثة: اسم وفعل وحرف. طيب يا مس، لو الجملة بدأت باسم تبقى جملة إيه؟ تبقى جملة اسمية. طب لو بدأت بفعل تبقى جملة فعلية. يبقى أنا عندي هراجع النهاردة معاك الجملة الاسمية والجملة الفعلية. إحنا قلنا الجملة الاسمية اللي هي بتبدأ بإيه؟ باسم، والجملة الفعلية اللي هي بتبدأ بفعل. خدنا قبل كده علامات الاسم، قلنا إن هي يقبل دخول ألف ولام أو فيه ألف ولام والتاء المربوطة وقبليه حرف جر أو نداء. النهاردة إن شاء الله نكمل معاكم اللي إحنا بدأنا. تعالوا نشوف الأمثلة كده مع بعض. هقول الأسد قوي، أنت محبوب، نام الولد، زرع الرجل الأرض. ركز معايا كده. أول جملة الأسد قوي، تعالى الأول عشان تعرف نوع الجملة دي جملة اسمية ولا جملة فعلية هبدأ أشوف أول كلمة في الجملة. طيب أول كلمة اللي هي كلمة إيه؟ كلمة الأسد. طيب والأسد ده اسم ولا فعل؟ لا، الأسد ده اسم. ليه؟ عندي علامة قوية من علامات الاسم اللي هي الألف والإيه؟ الألف واللام. طيب يبقى دي جملة اسمية عشان بدأت بإيه؟ بدأت باسم. طيب الجملة الاسمية يا مس فيها إيه؟ أنا لو دخلت في الجملة الاسمية هلاقي حاجتين ركنين أساسيين فيها خدناهم، اللي هو المبتدأ والخبر. يبقى أنا عندي الجملة الاسمية كام ركن؟ ليها ركنين أساسيين: المبتدأ والخبر. المبتدأ اللي هو أنا ببدأ بيه الجملة، يبقى ده بسميه مبتدأ. الأسد، الأسد ده إيه؟ مبتدأ. طب الأسد ماله؟ لما أجي أقول ماله ده الخبر بقى. قوي، يبقى الأسد قوي ده الخبر. طيب يبقى أنا كده الجملة الاسمية بتتكون من ركنين أساسيين: مبتدأ وإيه؟ وخبر. والخبر ده بسأل عن المبتدأ بماله، يعني الأسد ماله. الولد مثلا مبتدأ، أقول الولد ماله، يبقى الخبر هو اللي بيتمم لي معنى الجملة، هو اللي بيتمم للمبتدأ، هو اللي بيدي للمبتدأ الخبر بتاعه. طيب الجملة الثانية بتقول أنت محبوب، أنت محبوب. أنت، أنت دي إيه؟ خدناها ورجعنا الضمائر مع بعض. أنت دي من ضمائر المخاطب. طب يا مس الضمائر دي قلنا عليها ساعتها هي أسماء ولا أفعال؟ الضمائر أسماء. بالتالي بما إن الضمائر أسماء أنت تبقى جملة إيه؟ جملة اسمية. ومحبوب قلنا الجملة الاسمية بتتكون من إيه؟ من ركنين: مبتدأ وخبر. طب أنت قلنا مبتدأ، يبقى محبوب ما إيه؟ خبر. يبقى محبوب ده الخبر. يبقى احنا كده عندنا الجملة الاسمية يا جماعة. الجملة الاسمية بتتكون من ركنين اساسيين. لها ركنين اهم: المبتدأ والخبر. وخلي بالك لما بتجيلي مثلا ويحط لي تحتها خط في جملة ويقول لي مثلا الاسد ده ايه؟ فبقول له الاسد ده مبتدأ مرفوع وبسكت. يبقى انا بقول الاسد ماله مبتدا، مبتدا ماله. المبتدا والخبر يا اولاد دايما مرفوعين، فانا بقول مرفوع وبسكت. لا بسكت لان بعد كده انت في سنه خمسه باذن الله هتاخد انواع بقى الكلمه، هي مفرد ولا جمع ولا جمع مذكر. طبعا ده كلام سابق لاوانه، هتاخده بعد كده ومن حيث كده هتعرف علامه الاعراب. يبقى انت لازم تعرف دلوقتي ان المبتدا والخبر دايما مرفوعين. يبقى الجملة الاسمية بتتكون من ايه؟ بتتكون من مبتدأ وخبر. واسمية يبقى بتبدأ باسم. المبتدأ والخبر دايما ايه؟ مرفوعين. الخبر اعرفه منين؟ مش لازم يجي مثلا ورا المبتدأ على طول، لا ده ممكن يجي بعديه بشوية. طب اعرفه منين؟ هو اللي بيتمم لي معنى الجملة. يعني مثلا هقول الولد المجتهد محبوب. ده جملة إيه يا مس؟ دي جملة اسمية. ليه؟ عشان هي بدأت باسم الولد، برافو.
طيب فين الخبر؟ فين الخبر اللي هتم لمعنى الجملة؟ الولد ماله، المجتهد ماله برضه، ما انت لسه ما قلتليش الولد ماله. محبوب، يبقى محبوب ده ايه؟ خبر. ليه خبر؟ لانه اتم لمعنى الجمله. يبقى مش شرط ان الخبر يجي بعد المبتدا على طول، لا ده ممكن يجي بعده بشويه. اهم حاجه، اهم شرط في الخبر ان هو يتم معنى الجمله. طالما تم معنى الجمله يبقى خبر. يبقى خلاص كده الجمله اللي فاتت. تعالوا نشوف المثال اللي بعديه، بيقول نام الولد. نام الولد، امسك اول كلمة في الجملة نام. نام دي نوعها ايه؟ اسم ولا فعل ولا ايه؟ نام ده فعل، دل على حدث، حدث في زمن ايه؟ في زمن الماضي. يبقى اذا نام ده فعل ايه؟ فعل ماضي. طب الولد ايه؟ الجملة الفعلية يا ولاد اللي بتبدأ بفعل بيبقى فيها برضو ركنين اساسيين زي الجملة الاسمية، اللي هو الفعل والفاعل. يبقى الجملة الفعلية لازم برضو تبدأ بايه؟ تبدأ بفعل. طيب وبتتكون من ركنين اساسيين، ايه هما؟ الفعل والفاعل. طيب ايه هو الفاعل؟ الفاعل اللي هو قام بالفعل. قام بالفعل يبقى بسميه فاعل. زي مثلا نام الولد، نام يا مس خلاص ده فعل، نوعه ايه؟ نوعه ماضي، نام وخلص. طيب الولد ده يا مس بقى الفاعل. ليه يا مس فاعل؟ لانه هو اللي نام، هو اللي قام بالفعل. طيب والفعل يا ميسي يكون ماله؟ الفعل برضه زي المبتدا والخبر لازم يكون مرفوع. طب وعلامه رفعه ايه يا ميس؟ لا ده لسه قدام شويه. يبقى الفعل برضه لازم يكون ايه؟ يكون مرفوع. طيب زرع الرجل الارض. زرع، زرع برضه فعل ماضي. طيب الرجل خلاص، مين اللي زرع؟ مين اللي زرع؟ انا بسال بمين اهو؟ مين اللي زرع؟ الرجل. يبقى اذا الرجل هو اللي فاعل. طب يا مس ده في كلمه ثالثه الارض. ما هي الجمله الفعليه خدنا ان هي اهم ركنين فيها اللي هو الفعل والفاعل، وساعات بيكون في مفعول به، يعني ممكن يكون في الجمله كمان مفعول به. طيب اعرف منها المفعول به؟ بسال بماذا، اقول ماذا زرع الرجل؟ زرع ايه الرجل؟ الارض. يبقى لما باجي عاوز اسال على الفاعل بسال بمين، مين اللي زرع، واجي اسال عن المفعول اسال بماذا، ماذا زرع. يبقى انا عندي الجمله الفعليه بتبدا بايه يا اولاد؟ بتبدا بفعل. طيب تتكون من اثنين اساسيين اللي هم الفعل والفاعل. خلي بالك معايا، بتتكون من اثنين اساسيين اللي هو الفعل والفاعل، وساعات بيكون مفعول به. الفعل دايما مرفوع، عشان الحتة دي بقى ايه نخلص منها من دلوقتي وما نغلطش فيها بعد كده. مبتدأ خبر فاعل دايما مرفوعين. علامة ايه؟ العلامة هتاخدها ان شاء الله في سنة خمسة. طيب نشوف كده اللي معانا. امثلة على الجملة الاسمية، زي المدرسة جميلة والاسد قوي وهذا معلم وانت محبوب. دي كلها امثله على الجمله الاسميه. ليه على الجمله الاسميه يا مس؟ لانها بدات زي ما قلنا بايه؟ باسم، وفيها علامات قويه من علامات الاسم. المدرسه في الف لام وعندك تاء مربوطه، والاسد الف ولام، وهذا اسماء الاشاره والضمائر تعتبر اسماء لسنه خمسه. قلنا ان تتكون الجمله الاسميه من ركنين اساسيين اللي هم الايه؟ اللي هم المبتدا والخبر. وقلنا مبتدا ليه؟ عشان هو بتبدا بيه الجمله، والخبر هو اللي بيكمل او يتمم معنى الجمله بتاعتنا. الجمله الفعليه، قلنا الجمله الفعليه هي اللي بتبدا بفعل وبتتكون من ركنين اساسيين هما الفعل والايه؟ والفاعل. والفعل ده ممكن يكون ماضي او مضارع او امر، والفاعل هو اللي بيقوم بالايه؟ هو اللي بيقوم بالفعل. وساعات وقد تحتوي الجمله على مفعول به ايضا. عندنا أمثلة زي زرع الرجل الشجرة ونام الطفل. طيب يقول حول الجملة الإسمية إلى فعلية والعكس. أنا عندي جمل إسمية هحولها لفعلية، وجمل فعلية هحولها لإسمية. تعالى كده نشوف، التلميذ قرأ الدرس. نيجي نحولها نقول إيه؟ قرأ التلميذ الدرس. اللي بعديها ينضج البرتقال في الشتاء، جملة فعلية أحولها لجملة إسمية تبقى البرتقال ينضج في الشتاء. العامل يحفر الأرض.
نحولها لجملة فعلية تبقى يحفر العامل الأرض. الجملة اللي بعديها يأكل الأسد اللحوم. طبعا دي جملة فعلية بدأ فعل مضارع اهو، نحولها تبقى الأسد يأكل اللحوم. ده كان مثال على الأمثلة اللي بتيجي على الجملة الاسمية. طيب عين المبتدأ والخبر في الجمل الآتية. هو نشيط. هو دي يا أولاد من ضمائر ايه؟ نفتكر مع بعض من ضمائر الغائب. طيب هو نشيط بتتكون من ايه؟ من مبتدأ وخبر. طالما جملة اسمية يبقى مبتدأ وخبر. هو مبتدأ ونشيط خبر. وهكذا المعلمون مخلصون بتبدأ باسم اللي هي المعلمون. طيب يبقى أركانها الأساسيين المعلمون مالهم؟ مخلصون اسم، مخلصون خبر. يبقى المعلمون مبتدأ ومخلصون خبر. أنا مجتهد، أنا ضمير متكلم خدناه وراجعنا عليه. أنا مبتدأ، لأن قلنا الضمائر وأسماء الإشارة تعتبر من الأسماء، يبقى أنا مبتدأ ومجتهد خبر. طيب حدد نوع كل جملة من الجمل الآتية. نهر النيل يجري في مصر. بدأت بكلمة نهر. نهر ده اسم ولا فعل؟ تعال نشوف. إحنا لو الكلمة ما فيهاش علامة من علامات الأسماء، يعني لو ما فيهاش ألف ولام وما فيهاش تاء مربوطة وما فيهاش ولا يسبقها نداء ولا يسبقها حرف جر، فأنا بحط لها الألف واللام وبشوفها هتعمل معايا إيه. نهر تبقى النهر، خلاص حطيت لها الألف واللام. قبلتها خلاص، يبقى دي جملة اسمية. يبقى كلمة نهر النيل يجري في مصر اسمية. تعال نشوف اللي بعديها. يروي الفلاح الأرض. يروي، يا مس أنا عارفاها. ده يروي ده فعل، يعني بيدل على حدث وزمن. طب زمن ايه؟ زمن مضارع. يبقى اذا يروي ده فعل مضارع. طالما بدات بفعل تبقى جمله فعليه. المدير يكرم المتفوقين. المدير، ده في علامه اهي قدامي من علامات الاسم فيها الف ولام، يبقى اذا دي جمله اسميه. يرسم الطالب لوحه. يرسم، فعل. طيب فعل يبقى تبدا بفعل، يبقى جمله فعليه على طول. حدد الفعل والفاعل في الجمل الاتيه. تشرق الشمس صباحا. فين الفعل وفين الفاعل؟ تشرق، فعل. طب والشمس فاعل. امال صباحا دي ايه مس؟ صباحا دي خدتوها اللي هي ايه؟ اللي هي ظرف الزمان، وخدنا درس اللي هو الظرف، كان في ظرف زمان وظرف مكان. طبعا صباحا دي ظرف زمان منصوب. جمع الفلاح المحصول. فين الفعل؟ جمع. طيب ومين اللي جمع؟ الفلاح. يبقى الفلاح هو الفعل، والفعل قلنا دايما مرفوع. جمع الفلاح ايه؟ المحصول. ماذا جمع الفلاح؟ بنسال عن ماذا بايه؟ بالمفعول به، بنسال عنه بماذا. يبقى اذا المحصول مفعول به. خرج الاصدقاء من القريه. خرج، خرج وخلص وانتهى. يبقى ده فعل ايه؟ فعل ماضي. مين اللي خرج؟ الاصدقاء. يبقى الاصدقاء ده فاعل. طبعا من القريه من حرف جر، والقريه اسم مجرور. يدرب القائد الجنود. يدرب طبعا فعل مضارع. طيب مين اللي بيدرب؟ القائد. ماذا يدرب القائد؟ بيدرب ايه؟ بيدرب الجنود. يبقى الجنود مفعول به. كده يبقى انتهينا من مراجعه سريعه على الجمله الاسميه والجمله الفعليه. نلتقي ان شاء الله في لقاء اخر. السلام عليكم.